هل علي شيء بعد أن ركبت مع سائق تاكسي فاتفقنا على قيمة معينة، وبعد أن وصلنا طلب مني أكثر مما اعتاد على أخذه مني، ودار بيني وبينه نقاش وقال لي خذ النقود ودعا علي؟ إلى أنه تركها هو ولم يقبلها فهو الذي ترك حقه، أنت أعطيته إياه وهو لم يقبله فهو الذي تركه. نعم، فإذا جاءك وطلبه أعطيه إياه، وإذا ما جاءك ولم يطلبه فهو الذي أهدر حقه. نعم.